مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم اينما كنتم. هذه تحياتي محدثكم فارس عوض، واليوم اسعد بصحبتكم للتعليق على نهائي دوري ابطال اوروبا، الحدث الاهم بالنسبه للانديه الاوروبيه. الكل يطمح، الكل يتمنى بان يصل الى هذه المباراه الكبيره. المباراة تبدأ بالتحام قوي، لسه نقول يا هادي حكم المباراة يحتسب الخطأ. مباراة كبيرة مرتقبة اليوم للبلوز تشيلسي ضد نادي المدفع جي نادي أرسنال. نقول عدت مرت التقدم يأتي، هدف الافتتاح، هدف يشعل الأجواء. يا الله على البداية، الله على الكرة، الكرة تخادع حارس المرمى، الشباك تتحرك. أوه لم يتأخروا، هدف مبكر، كرة تتجاوز حارس المرمى وتعلن عن الافتتاح. هدف جميل، الحارس لم يتمكن من فعل أي شيء، الكرة كانت أسفل العارضة بمليمترات قليلة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. تدخل سليم، فرصة وهدف آخر، يا رباه. يضربون مرة أخرى، انفتح الطريق، دقائق تحترق في المباراة. تحرك بدون كرة، تمركز مناسب، استغلال مثالي للفرصة، والشباك تتحرك. هدفين مقابل لا شيء الآن، هدف يوسع الفارق في هذه اللحظات. ضغط الآن على أوزيل لخطف الكرة. هيكتور بيلارين، شوف قطع الكرة الأخيرة، تدخل ذكي في اللعبة الماضية. سيسك فابريغاس، فرصة لوضع الكرة في الشباك، تصدي الكرة في الملعب. نقول كانتي، هدف لصالح البلوز. في مباراة اليوم والشهية مفتوحة للتسجيل، فلنشاهد الهدف في الإعادة مرة أخرى. مباراة من طرف واحد والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. هذه تصويبة، كرة بتضرب في القائم. بعد مشوار طويل وصلنا إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتشيلسي أكمل الطريق حتى هذه المباراة، لكنه يحتاج اليوم إلى مباراة كبيرة ليكمل بعد ذلك مشوار رفع اللقب والبطولة. إيدن هازارد، دفاع بيشتت الكرة من خط المرمى. أوباميانغ، آرون رامزي، ذكي اللاعب في قراءة اللعبة، شوف كيف يقطع الكرة بشكل ممتاز في اللقطة الماضية. إيدن هازارد، كانتي يضرب الآن، مرونة غير عادية من حارس المرمى، شوف إيقاف الكرة. أرسنال لم يظهر في المباراة حتى الآن. ماركوس ألونسو، ألفارو موراتا بيمر فيها، بيعدي فيها، تسديد، هدف لمصلحة تشيلسي.
لقطة لمهارة استثنائية، لانطلاقة خيالية، لاختراق غير عادي من الدفاع، لنهاية في الشباك، هدف في منتهى الروعة. نظرة مختلفة للهدف من زاوية أخرى. مباراة كنا نتمنى بأن تكون أكثر ندية، لكن واضح الاستسلام تماما في هذا اللقاء. جرانيك تشاكا، غياب كبير من الدفاع في الضغط، حكم الرأي يشوف أن فيها تسلل بالرغم من الاحتجاجات الكبيرة من اللاعب. إيدن هازارد، كرة العرضية تصل وسجلها بيدرو، الكرة في الشباك. أداء كبير وتألق غير عادي، يسجل مرتين ويبقى على بعد هدف واحد من الهاتريك. الهداف يعرف وين يوقف، تمركز في المكان المناسب، هدف بكل هدوء. هذه عادة للهدف من زاوية أخرى. الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريقين، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. بيلعب لكرة، تصويبة ممتازة، الله على التصدي. شجاعة كبيرة من الدفاع، يتصدى الكرة. سيسك فابريغاس بيرسل الكرة، الله على الفدائية من المدافع، شف اعتراض الكرة الماضية. يبدو أيضا بأن الأمور حسمت هنا في نهائي دوري أبطال أوروبا من الشوط الأول. تفوق حقيقة كان كاسح بالطول والعرض، يعني بنسبة كبيرة وضع الآن يده على اللقب. سيطرة كانت تامة على مجريات اللقاء. تقدم مريح. نعود مرة أخرى مشاهدينا في انطلاقة الشوط الثاني من فاينل دوري أبطال أوروبا، مع عودة اللاعبين والكرة إلى أرضية الملعب وعودة الحماس إلى المدرجات، المتعة بانتظار عودتها في هذه الدقائق المتبقية. كرة سهلة في متناول حارس المرمى، سيسك فابريغاس، إيدن هازارد، بيدرو، وكنا تخرج إلى ضربة مرمى. مستافي، فرصة أمام المرمى، هدف يقلص الفارق، يعيد شيئا من الأمل. من مسافة قريبة جدا وضع الكرة في الشباك. نظرة أخرى نشاهد من خلالها كرة الهدف. 5 أهداف مقابل هدف واحد، 4 أهداف تفصل بين الفريقين. ألفارو موراتا، ماركوس ألونسو، هدف لصالح البلوز. بناء ممتاز للعب وكرة هدف رائع في الشباك. هذه الكرة العرضية، هذه الكرة التي كانت في الطرف الأيسر، لكن شوف الاستغلال، شوف وضع الكرة في الشباك. اللقطة من جديد، يا سلام على العرضية، الله على الاستغلال، الكرة، يا رب، واه
يا موراتا، الكرة في المرمى. يا سلام، شوف الإعادة، شوف الانطلاقة، شوف الكرة الفردية، شوف الاختراق، شوف المهارة. الله كيف وضعها في المرمى، هدف روعة. لنشاهد الهدف من زاوية أخرى. نتيجة توضح لك حالة المباراة، شوف التفاوت الكبير في المستوى بين الفريقين في مباراة اليوم. مسعود أوزيل، كانتي، كرة سهلة على الدفاع بعد تمريرة ضعيفة. بانتظار توقف اللعب ليتم التغيير. جورجينيو، ألفارو موراتا، سيسك فابريغاس، إيدن هازارد. تماس لأرسنال. سوكراتيس، داني ويلباك، كرة بتتخلص في وسط الملعب بتوقع ممتاز. سيسك فابريغاس، ألفارو موراتا، الكرة تعود لتشيلسي. المدرب يدفع بلعب بديل في اللحظات المقبلة. أوه، الحارس كان في الموعد. برافو في التغطية، شوف ابعاد الكرة، خلصها من منطقة الخطورة. كانتي، جورجينيو، كرة متاحة للتسجيل. الله على موراتا، هدف يحرك الشباك. ثقة ومعنويات الهدف الأول، جابت الثاني. إعادة الهدف من زاوية مختلفة للمرمى. الفارق الفني كبير جدا بين الفريقين في مباراة اليوم، واضح أن المباراة تنتهي. 9 دقائق وأطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء. تبديل راح يكون في قادم اللحظات. أوباميانغ، تماس للبلوز. كانتي، جورجينيو، ألفارو موراتا، كرة تلعب بدون تركيز والكرة بتتخلص. كرة بشكل جميل، الحارس يتصدى ويتحدى. فرصة لوضع الكرة في الشباك. تدخل بشكل سليم، شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. إذا تنتهي المباراة مشاهدينا، لتعلن عن بداية أفراح التتويج باللقب الغالي، لقب دوري أبطال أوروبا، أكبر الكؤوس الأوروبية، البطولة التي يحلم بها الجميع. لحظات لا تنسى، فرحة كبرى، سعادة مستحقة، لقب كبير. الله على كرة القدم عندما تحقق كل هذه السعادة والفرحة. تنطلق إذن الاحتفالات، يبدأ التتويج. خيبة أمل لدى الوصيف، فرحة هستيرية لدى البطل، أجواء لا توصف في ملعب المباراة. الحلم يتحقق، الأماني والطموحات، لقب دوري أبطال أوروبا أصبح لهم الآن. أصبح بين
بين الايادي، هم ابطال القاره في هذه اللحظات. انظر الى الفرحه، انظر الى المشاهد، انظر الى هذه الاحتفاليه. استطاعوا ونجحوا في كتابه التاريخ. الله على هذه اللقطه.